وصل صوتك. الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ظلي من فيفري 2012 انت تعينت على رأس الهيئة هذه. اليوم وقتها صارت معناتها الحكايات هذه صارت. نحب بالمناسبة نفهموا ما معنى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وشنية مجال النشاط متاعها. بالنسبة للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية هي هيئة مستقلة مبدئيا، معناها ايش معناتها مبدئيا سي مختار؟ كل شيء مبدئي في تونس مستقل. احنا في وضع انتقال على مستقل الى ان ياتي ما يخالف ذلك. بكل صراحه واضح. منذ مباشرتي ما نحسش بحتى معناها مشاكل في مستوى الاستقلاليه الا ما يمكن تو نحكي عليه. المهمه نتاعها تطبيق القانون اللي يقول ان كل مواطن تونسي له الحق في حمايه معطياته الشخصيه. المعطيات الشخصيه معروفه هي جميع البيانات والمعطيات اللي تتخزن في معناها بنوك معلومات، مجموعة معلومات، سواء في المجال العام ولا في المجال الخاص. نبدأ من البنك للمستشفى لأي إدارة لكل شيء. هذه هي المعطيات الشخصية. هذه هي المعطيات الشخصية. ولكن نشاطها يعني هو توعوي إعلامي، عندها سلطة يعني على نوعا ما. كيفية شنو نشاطها؟ كيف يكون النظام القانوني للحماية المعطيات الشخصية في تونس؟ هو يقوم على نظام الترخيص. معناها لابد لكل شخص يعالج معطيات شخصية أن يصرح وياخذ الموافقة متاع الهيئة على المعالجة هذه، وموافقة الهيئة تتطلب توفر شروط معينة. هذه هي الحاجة. الحاجة الثانية، النظام القانوني متاع المعطيات الشخصية في تونس هو يقوم على مبدأ الشفافية. الشفافية معناها بأن كل شخص عنده الحق للنفاذ للمعطيات متاعه، طلب تصليحها، الاعتراض على شيء فيها، وحتى أو معناها حتى قدام القضاء أخذ نسخة منها. معناها جميع الضمانات هذه موجودة. والحاجة الثالثة هي مبدأ الأمان، أن كل شخص ولا كل مؤسسة تعالج معطيات شخصية لازم أن توفر الأمان اللازم لحفظ تلك المعطيات الشخصية. تقريبا هذه ثلاثة مبادئ أساسية تخضع لها، وهي تقريبا من في مستوى عالمي، وأنا واحد من الناس نعتبر اللي في المستوى هذا احنا في مستوى متقدم في تونس. في تونس معناتها هل مثلا كي نحكيوا على حكاية الأمن مثلا فما تضارب بين الأحيان الضرورات الأمنية والمعطيات الشخصية ولا لا؟ اي كل شنو نشاطكم في الناحية؟ خاطر مثلا سيد علي العريض نذكره قال مرة فاتة ينعم نتجسوا أن نتنصتوا على التليفون، نتنصتوا على التليفونات، ما طول عمره تليفونك مختار، قال ينعم نتنصتوا على التليفونات. برشا حاجات معناتها نعرفوا اللي معطياتنا الشخصية. معناتها التونسي يقول مثل شعبي يقول لك الداخلية يعرفك حتى فطورك اليوم شنو. معناتها هل ما زالت شيء هذا في تونس؟ الـ كل مجال يهم الأمن والدفاع ما يخضعش حاليا لرقابة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. مش خليت منها، خليت كل شيء. معناتها معقول هذه في العادة واللي نطمحوا باش نوصلوا له هي الرقابة، هي معناها النفاذ. النفاذ انك تمكن كل معناها مبدا حمايه المعطيات الشخصيه يقوم انك انت اذا معناها ترى ان الامن ولا الدفاع معناها يكون في يجمع في معطيات عليك انك تنفذ وتطلع على الشيء هذا. وهذا في العالم كله راه ما يسمحش بالنفاذ، لكن نطمح ان يولي ثم نفاذ غير مباشر، اي ان الهيئه يقع معناها تعهد الهيئة، والهيئة هي تكون الطرف اللي قادر باش يطلع ويثبت هل أن الأمور هذه تم طبق القانون أو خلاص. جستما ولا قوننت الحكاية، معناتها ما عادش تولي نعم. يعني يلزم يولي مقننة الحكاية. طبعا هذا اللي أول ما عملنا في جوان الماضي، عملنا ملتقى دولي كبير حول معناها إصلاح القانون متاعنا في عدة جوانب منه. ومن المشاكل توا اللي ربما برشا ناس ما همش هو كيف نتصرف في الأرشيف. أرشيف الاستبداد اللي هو أرشيف بولي السياسي، أرشيف الحزب القديم، أرشيف معناها عندنا أرشيف كبير اللي نعتبروه تكون بصيغ غير قانونية. ولذا نراو أنه من حق المواطن التونسي اليوم يطلع عليه، وإن شاء الله نوصل للمستوى اليوم اللي نلقاو حل في كشف محتوى هالأرشيف. فما إشكال خاصة تهم تبادلة بصراحة معناتها،
وفي فترة ماسي مختار انت دخلت حتى في تهم متبادلة معناتها برشا يقولوا يكشفونا على الارشيف باش الناس تعرف. وفما ناس اخرين يقول لك حتى الدول اللي كشفت الارشيف تراجعت بعد مدة معناتها كيما جنوب افريقيا لانه ولات معناتها الحكاية فيها برشا سلبيات. اليوم هل الشعب التونسي واعي بدرجة انه نكشفوا ارشيف الناس الكل معناتها ودون ان يتم استعمالها في اغراض اخرى ولا اخرى؟ يعني هذا كشف الارشيف السياسي وارشيف المخابرات وغيره. هو انا مثلا انا نتمنى انه يتكشف الارشيف لاني عشت اللي خصني لاني عشت اكثر من 10 سنوات معناها تحت المراقبه وتعرضت حتى سلب ارزاقي كل شيء. ما تعرف تعرف شكون يصب بيك؟ لا 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 شكون كان؟ لا ما حسيتش ما عارفين ماهوش مشكله. لا لا يكون حتى ما عندناش اما الاساس انه هذاك يمكنني من استرجاع حقوقي. هذا هو معناها يساعد برشا ناس تعرضت المظالم الى استرجاع حقوقها. هذا هو الجانب المفيد راهو مش الجانب التشفي والواحد هذا نتصور ان تجاوزناه وراهو نظام دوله بوليسيه طبيعه الحال الاعوان نتاعها باش يكونوا بوليس تنحى التشفي. ولكن دخلت صراعات سياسيه سي مختار طبعا معناتها التشفي قعد وليت توا ناس في بعضها هذاك علاش توا ما لقيناش حل في الارشيف. هذا هو السبب هالصراع توظيف سياسيا توا هو العائق اللي يحول دون ان نلقاو حل في المعالجه نتاعها. واضح. هل معناتها نشاطكم يدخل وسائل الاعلام؟ نحب نرجع نسالك على شيراتون جيت اللي يحكيوا عليها الناس توا مثلا نتاع السيد رفيق عبد السلام، هل يتدخل في وسائل الاعلام اللي تكشف احيانا امور معطيات شخصيه ولا تعمل معناتها صحافه الاستقصاء هذه اللي طالعه جديده معناتها يتدخل ولا لا؟ اي مبدئيا الهيئه عندها دور ان باش معناها باش تكون عندها المواصفات العالميه وحتى في القانون نتاعها عندها دور أنها تخاطب مباشرة المجتمع معناها عندها أكسي نفاذ لوسائل الإعلام. الحاجة الثانية الهيئة عندها دور أساسي من الوظائف متاعها أنها تقوم بالتوعية بأهمية حماية المعطيات الشخصية معناها التربية على هالمجتمع الجديد والوضع الجديد اللي نعيشه فيه. وهذه كل مسألة إمكانيات. احنا صحيح عندنا الاستقلالية ولكن لحد اليوم ما عندناش الإمكانيات. ما عندكمش الإمكانيات اللي تنفذوا به على الأقل عندكم الأراءكم اللي هي محترمة معناتها وناس يقدروا أراءكم باعتباركم ناشط حقوقي معناتها عندكم احترام كبير من طرف توينسا. كيفاش ترى مثلا أنت الحكاية الأخرانية؟ هناك معطيات قانونيا أخلاقيا كيفاش تراها معناتها؟ هو توا مشكل قضية السياسة أو الأخلاق هذه هي قضية أزلية ومعناها احنا من جملة أسباب وهداف الثورة هذه أننا نرتفع بالأخلاق السياسية. نعرف قبل كيفاش كانت تفبرك الفيديوهات والمصايب الأشخاص التشويه معناها هذا كل موجود ولسوء الحظ لاحظناه حتى بعد الثورة الممارسات هذيك ولو ما هيش الدولة هي اللي تقوم بها يعني ولو الطرف يقوموا بها تجاه بعضهم في إطار الصراع السياسي. كيف يقولوا دمقرطت معناتها ولدت في كان طرف يستأثر بها الآن الأطراف تقريباً, أيه. تقريبا عمت. لابد أنه يتدخل القانون ويوضع حد لها الشيء هذايا. هو القانون راهو متاع حماية المعطيات الشخصية منها زجري وفيها معناها عقوبات متاعه توصل حتى الخمسة سنين سجن معناها ما هوش حاجة بسيطة حتى 10,000 دينار اختية معناها هذا قطع إضافة إلى غرم الضرر. معناها الشيء اللي صار بكل صراحة هو كشف معطيات شخصية لشخص معين بقطع نظر عن صفته. هل التحليل متاعه كل واحد كيفاش يراه من جانب ولكن أنا شخصيا نراها عمل لا أخلاقي ويسيء أكثر من لا ينفع للحياة السياسية. واضح معناتها عمل اخلاقي انت تعتبره هكا هذا رايك وغير قانوني فوالا باش نقول لك والقانون غير قانوني اذا وما ثماش صعوبه في ايجاد المستند نتاع التتبع نتاعو حتى في قانون حمايه المعطيات الشخصيه. حتى كان لو تكون معناتها المعطيات صحيحه بغض النظر يعني معطيات غلطه ولا صحيحه لا هي اذا كان اخراج معطيات شخصيه اذا كان مش صحيحه هتولي حاجه اخرى ما عندها حتى قيمه ما احنا على اساس انها صحيحه على اساس انها صحيحه وتتبع. لو كانت صحيحه شنو اللي نقصد صحيح؟ انه الفاتورات الحاجات اللي الماديات
هي صحيحة ما مهمنيش في العلاقة ولا الحاجات هذيك الأخرى ما ندخلوش فيها احنا. أي 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 صحيحة معناها الأمور اللي تعدل حياته الخاصة قد وين قداش خلص قداش معناها شكون استضاف هذه حاجات هذه هي مع المنصميم من وعطية شخصية. وكي يبدأ يقول لك هذا معناتها كي يبدأ يستعمل مثلا ملك من أملاك الدولة معناتها فلوس الدولة معناتها حطهم فكترهم مثلا. باش نعطيك قضية أخرى نشرتها جريدة الشروق مؤخرا، طارق دياب يحب يشري أرض في قمرت وزير السيد وزير الرياضة بمبلغ اللي يعتبر مبلغ معناتها متاع 30 دينار المتر وغيره، مما قالك هذية مجدود فيها شخص بتهمة فساد قبل نفس الأرض بنفس السوق. معناتها شنو تعتبر هذه معناتها هذه ماهيش معطيات شخصية، هذه الأرض ماهيش معطيات طارق دياب. لا أما هو حب يشري، هو حب يشري أي وكي يدخل الإعلام ويدخل معناها هذه بالعكس في مقاومة الفساد وفي الشفافية. وهذه أنا نراهش معناها إما تتقارنش بالوضعية الأخرى ما هوش في نفس المستوى. الوضعية الأخرى الأمور الشخصية لو كان يطلع مثلا مفكترة من وزارة الخارجية الحكاية أي دائرة محاسبات عندنا تطور وكل شيء عندنا مؤسسات، نحن دولة مؤسسات تنجم تحاسب الشخص هذا وتقول له شنو التصرف متاعك. واضح سي 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 مختار معناتها توا حضوركم الإعلامي معناتها بصراحة لا ليس هناك أي احترام أدنى احترام للمعطيات الشخصية في 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 تونس اليوم، معناتها حتى معناتها جوانب أخلاقية نحن في أدنى مستوى. وقتاش معناتها اذا انت ما تكلمتش توا ما صحتش توا وقتاش تصيح؟ بكل صراحه احنا في وضع انتقالي وهالوضع الانتقالي هو طبيعي معناها وضع انفلات تام معناها مش معناها متنج انت احنا الشارع ما نحكموش فيه. كنت تشوف تهبط الوسط البلاد معناها اللي يحب ياخذ التروتوار يفك قداش حاجته متر ولا 4 متر ويحط ويبدا بيه، معناها انفلات على جميع المستويات. ان شاء الله نوصلوا ببلادنا انها تتولي معناها قابله للاداره. وراهو كي نقولوا احنا عايشين في حاله طوارئ، طوارئ اجتماعيه، طوارئ اقتصاديه، طوارئ معناها سياسيه، ماهوش كان طوارئ امنيه. معناها مرحله بكل معناها ما نهونوش من الدقه نتاعها ومن التشعب نتاعها ومن الصعوبه نتاعها. وبرشا ناس معناها يصدروا احكام على المرحله هذه كاننا نعيشوا في مرحله عاديه. لا سيدي ماناش في مرحله عاديه، ان شاء الله نتجاوزوا هالمرحله هذه. احنا كهيئه وطنيه للمعطيات الشخصيه اول شيء لازم نعرفوا احنا اول هيئه في العالم العربي وتقريبا من الاولين الثانيه والثالثه في افريقيا. احنا معناها اول هيئه ممكن هي عضوه في هذه المنظمه الدوليه لخبراء المعطيات الشخصيه اللي هي من اهم المؤسسات اللي توا تساهم في بناء وتاسيس المعايير اللي باش تبنى عليها القانون. احنا عضو في الجمعيه الفرنكوفونيه معناها هذا كل صار في العام هذايا قاعدين عملنا ندوه مشهوره عالميا معناها كانت معناها عليها اقبال كبير ياسر حول اصلاح القانون. المختصين عندنا في تونس تبارك الله وجاونا معناها عندنا الوسائل باننا نوضح الطريق لبناء الدوله العصريه اللي نطمحوا لها في كل المجالات في كل المجالات الوضعية هذه. وهذا دور السياسيين ودور الإعلاميين ودور الناس كل أنهم يوصلوا بهالبلاد هذه لمرحلة الصحيحة، مرحلة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وقتها راهو باش يبدا العمل الصحيح، ولذا احنا رانا ماناش نضيعوا في الوقت هذا. ثم من تقول انت حسب ما فهمتك بلاد داخله بعضها ونحكي على المعطيات الشخصيه، ما فهم شيء محترم. اسمع القانون مثلا معناها تركيز مراقبه بصريه، ما نعرفش انتم ما عندكم هوني ولا لا. معناها يخلع الرخصه واللي يركز بدون رخصه معناها احكام بالسجن خلاف الغرام. ويكفي ان نجي ونعمل معاينه معناها ونعديها للمحكمه مباشره يلقى روحه معناها في وضع ثبوت ادانه. لو نعمل الشيء هذايا اشتر المؤسسات ان محبوسات جدد هي محبوسات جدد فهمت معناها احنا نحاولوا توا قاعدين لازم شوي السوبليس سامح ليونا معناتها ليونا ماهوش زاجر جوستومون ماهوش زاجر اون بليس ثقافه هذه زاد معناتها شوي ثقافه تترسخ. المشكله في الثقافه هو برشا ناس ماهيش مجتمعنا ماهوش عارف اللي احنا في اوج ثوره تكنولوجيه اوج ثوره معلوماتيه ثوره ما سبق لهاش مثيل. انت لو تشوف اكبر المؤسسات تو اللي تحقق في ارباح
كي تقول لك جوجل وفيسبوك، فيسبوك فاش يبيعوا هذو ما جانا، جوجل فاش تبيع تبيع لنا في المعطيات نتاعنا. فمرة جريت لو موند قالت باش نخدموا بها، قالت اذا تشري ان برودوي وما تدفعش فلوس سيكو انت البرودوي، انت هو البرودوي اللي باش يبيعوا ويشريوا كبير برشا، معناتها حاسك في بحر جديد سي مختار، ربي عينك عليك.